تحت رعاية سمو الأميرة بسمة بنت طلال، افتتح السبت في العاصمة عمان بازار السلك الدبلوماسي الخيري السنوي 45 لمبرة أم الحسين، وذلك بمشاركة 48 هيئة دبلوماسية معتمدة لدى المملكة الأردنية الهاشمية. واطلعت سمو الأميرة بسمة على مرافق البازار الخيري الذي يضم منتجات متنوعة من مختلف الدول المشاركة العربية والأجنبية. البازار بازار مبرة أم الحسين حقيقة ميزته أنه بيجمع خليني أقول كل بلدان العالم من خلال السفارات المعتمدة في المملكة الأردنية الهاشمية، وصار للبازار هلأ مسيرة فوق 54 سنة، فكل سنة السفارات فعلا بيعملوا كيد واحدة مع مبرة أم الحسين من أجل خدمة أطفالنا اللي بحاجة لرعاية وحنان وفرص تعليمية ورفع كفاءة وتهيئة لأخذ أدوارهم في المجتمع الأردني من خلال أيضا تهيئتهم بوظائف وبتدريب وأيضا فرص جامعية أو تدريب مهني. واليوم حقيقة مبرة أم الحسين أيضا مقبلة على مرحلة جديدة بتوسع لخدمة كل فئات المجتمع بمنطقة عمان الشرقية، فالمبرة هي الأساس، لكن أيضا راح يكون فيه نقلة نوعية بالخدمات حتى نشمل أيضا فئات محتاجة بالمنطقة المجاورة للمبرة. وهذا كله أو خليني أقول جزء كبير من هذه التطلعات والأهداف بدعم الدعم اللي بيوفره البازار الدبلوماسي كل سنة للمبرة ولأهدافنا ولتحقيق طموحاتنا. ويعتبر هذا البازار الخيري الذي يذهب كامل ريعه لمبرة أم الحسين تعبيرا عن التكافل والتضامن لمساعدة الأطفال الأيتام والمحتاجين للمبرة. رامي العيسى، الحقيقة الدولية.